السلام عليكم البنات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كي درتو مع الدخول المدرسي والاجواء والشكاير اللي كنا درنا؟ يعني اجواء كثيره كتبدا في عام جديد اكيد. دونك اليوم ان شاء الله كاين واحد الموضوع اللي هو جديد على القناه، وجا في وقته وفي محله كما كنقول لكم ديما. دونك تحيه كبيره لوليداتنا اللي ان شاء الله غادي يبداو عام دراسي جديد، كنتمنوا لهم ان شاء الله التوفيق، ولينا حتى حنا باش نكونوا ان شاء الله معاهم. دونك اليوم غادي نبداو حلقة جديدة ومتميزة أكيد أكيد من جوطية ديال ضربة اللف واللي كل شي كيعرفها. دونك غادي نبداو غادي نوريكم أول حاجة المحل، يعني غادي نردو واحد الدورة شاملة في الأول، ومن بعد إن شاء الله يكونوا حلقات أكيد على كل حاجة. دونك غادي نبداو أول حاجة، هذه كتخص الدار المغربية، يعني لاديزيف الحاجة اللي كتقدري، واحد هو واحد الشكل ديال الورق اللي كيتغلف به البلاكارات، وراني درت لكم واحد الحلقه ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوها كاملين. دونك هذا شكل ديال لاديزيف اللي كتغلف فيه كنغلفوا به، وغادخلوا الانترنت غتلقاو كتبوا لاديزيف غادي يبان لكم ثلاجات معوده باشكال والوان. دونك ان شاء الله تكون عندها حلقه خاصه بلاديزيف. هذا هو اللي وريتكم، غادي نلوح لكم واحد الفيديو اللي باش تشوفوه، يمكن ما عرفتش فوقاش غيطلع هذا. المهم هذا دايره انا لواحد، هذا بحال شكل ديال الرخام. دونك خليكم مع الاثمنه وحاجات. دونك هانتوما لاديزيف فيه اشكال والوان كثيره 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 بزاف. دونك تيخص كما قلت لكم ثلاجات، اعاده تغليف ثلاجه، لي بلاكار، اي حاجه عندكم والاشكال والالوان، يعني حتى غرف ديال الاطفال ديالكم ممكن انكم تغلفوها. وان شاء الله غادي نديروا حلقه على بزاف ديال الحاجات اللي هي زوينه زوينه بزاف، وجات كما قلت لكم في الاوان ديالها. دونك ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم مع الوان ديال هاد لاديزيف، وكذلك يعني لان تبارك الله ما شاء الله كاين بزاف بزاف بزاف، فغنديروا واحد الجوله خفيفه في المحل، ومن بعد غادي نديطايو ان شاء الله كل حاجه. دونك لاديزيف البنات راه كاين في بزاف، يعني كاين في شكل رخام، هذا مثلا عاودوا به البنات في الانترنيت انا شفتهم وبزاف ديال الناس بغاوه. دونك هذا عاودوا به الرخامه، الرخام زليش عندك في البيض ما بقاش عجبك في ديال الكوزينه، دونك تتعاودي بهذا الشكل، هذا تيجي رائع بزاف على شكل الرخامه نتوما كتشوفوا في الكري. دونك كاين الرخام بالكري، هو لا ديزيف بالكري ولكن تيبان بحال الرخام، وتقدري تغسليه حتى بالماء. وهذا في النوار، هذا في النوار كيجي راقي بزاف، سورتو اللي عندها لا كوزين فيها النوار، ولا ممكن كيما قلت لكم تغلفوا به لي بلاكار ديالكم. انا نوريكم واحد الفوطو هنا، شوفوا هذا كيدار حتى بزاف، شوفوا يعني فيه اشكال والوان متعدده وكثيره كثيره بزاف. هذا الشكل ديالو بحال ديال العود، بحال ديال الباركيت يمشي. وراه عندي واحد البلاكار وريته لكم، غنوريكم دابا اللي كيجي معاه، اللي فحالو اكزاكتومون هو هذا، وغادي تعقلوا عليه. هذا تيجي رائع، يعني يقدر يكون مثلا الخشب ديالو خسار او لا تقشر او لا، فكنغلفو بلاديزيف كيعطي واحد الجماليه للبيت ولا الكوزينه ولا. دونك ما غاديش نطول عليكم، خليكم معايا غادي نمشيو نديرو جوله خفيفه على لي باركي. دونك قلتي لي قبيله بعدا مرحبا بك معنا في لاشين ديالي، مرحبا. هذا دونك هنا هادو لي باركي اللي كيكونوا اما في المدارس، يعني اللي عندهم مدرسه ولا راجلك عنده مدرسه ديال الاطفال وبغى يبدل لي سال سبور، حتى لي سال سبور هما ديال الاطفال كيديروا لهم هاد باركي اللي فيهم مترو على مترو، تما ديال هادو سميتهم تيتامين. حنا كانوا عندنا وحدين اخرين عقلتش شنو كان السميه ديالهم. المهم غادي نبدا لكم هذا باش ما ندوخوكمش. دونك هادو لي باركي كاين، ماشي باركي، شنو سميتو؟ جيرفليكس. هذا سميتو جيرفليكس. دونك هذا كيتفرش في البيت، وراه وريته لكم فاش درت لكم التخمه ديال الصالون، كاين في الوان واشكال متعدده وكثيره وراقيه بزاف البنات، شي حاجه زوينه. وراه غلاضين، يعني ماشي تشوفوا يحسب لكم واش خفاف. هانتوما شوفوا السمك ديالهم، هذا كيتسيق كيتجف، ماشي كيتسيق يعني تبقى يشك فوق كل نهار تيدو جاري، لا يعني كتجفي فوالا الميديتي، عندك بلاصه فيها الرجليج ديال الدراري الصغار وبغيتي تحيدي الفراش وتبدلي. دونك كاين حتى في الدار، يعني سال سبور ديال اللي عندها رجلها ولا هي عندكم سال سبور ومحتاجين انكم تبدلوا، ان شاء الله يكونوا اثمنه خاصه بلاشين ديالنا، اثمنه خاصه بليزابوني ديال جميله ولاشين ديالنا. دونك ان شاء الله كيما قلت لكم حاجات اللي هي راقيه وزوينه بزاف وتنفعك حتى في البيت ديالك الصيف ولا الشتاء. هادو باش مزيانين في الصيف كتحيدي الفراش كامل وكتخليه بوحدو، يعني كيحمي وليداتنا من البروده، ويقدر يجلس فوق منها وينعس ويلعب وكل شيء على حسب الحروف. فوالا هادو فيهم لي زالفابي كاملين، وهادو انتما لي موتيف اللي فيهم روعه روعه. فوالا
ها هو لي زالفابي كاملين حتى منا، واخا غير في الدار كيتعلم الولد انتما لي زالفابي كاملين، يتعلم يعقل على الحروف ديالو اللي كتكتب بها سميتو. دونك هنا سي بوغ لي في ولي غارسون. الارقام شوفوا هما فوالا، هما لي ليتر هنايا فوالا، ها هما عرفتي. وصحيح البنات زوين، انا باش عجبني انه كاليتي، وانا ديجا مجرباه يعني اكثر من 10 سنين هادي وعندي، وخديته من نفس المحل، خديته من عندكم باركي في جوج الوان، في المارو وفي ديال بيت النعاس وديال ديال الصالون. دونك هذا ثاني في الكارو، هذا شنو حتى هو البيت، هذا الجليج، هذا الا بغيتي ديريه مثلا في الكوزينه هذا يقدر فوالا. حيت شوفوا كل كيبقى لكم نتوما الاختيار، هذا الكوزينه، الحمام، دير حسك ديال الجليج، وغنوريكم اشكال كثيره بزاف بزاف. هذا ديال الاطفال ديال الكوزينه، حيت كلشي دابا باغي يبدل الكوزينه وما كاينش الوقت، ففيه ما يهرس. دونك هنا ما كتهرسي، ممكن انه يتصاوب بالكولا الكولا وصافي، ولا يتحط اللي بغا. دابا الا حطيتي حيت كيتجمع بعد مده ما كي بحال كيتهرس، الا درتي له كولا، الا درتي له الكولا كما قال لكم تبارك الله ما شاء الله تبارك الله سيدي عنده تجربه كبيره، فملي كدير له الكولا كي يعني صافي كتنساه كيموت. دونك هادو الالوان، هادو هاد الاخرين اللي سامبل حتى هما، هادو اللي سامبل، هادو شركه المانيا، هادو شركه المانيا البنات هانتوما اوروبي فوالا. اصلا هذا تبارك الله راه معروف انه كما قلت لكم لا كاليتي. دونك هنا الالوان، كاين الموف، كاين الازرق، كاين الوان كثيره ومتعدده بزاف. كاين واحد الكري كيهبل، شوف واحد الكري كيفاش داير، وفي واحد لي موتيف، انا نحاول نقرب واش كيبان لكم، واحد لي موتيف باردين منه فيه، وكاين الماغون ديالو نفس الستيل، وهو المارون، وكاين الخضر، يعني غتلقاو ان شاء الله تعالى اشكال عديده وكثيره بزاف. كاين واحد ديال الحمام البنات انا غنوريه لكم فوالا، ها هو ديال الحمام ديال الكروات، هذا زوين بزاف، هذا كيبغوه البنات. المهم كيبقى لكم نتوما على شويه، يعني عندكم اختيارات كثيره انكم تقلبوا. انا غنقرب لكم تشوفوا الكروات، كاين اللي بغى كيبغي الكروات كبار، انا غنوريه لكم. هذا الكروات الصغيورين دايرين بحال الفسيفساء صغار، ولا كولور ديالو الحمام بلو سيال، داك البلو الزويون بالبيض، كاين الخضر، كاين الكري، كاين الكري مرشوش هو هذا فوالا، كاين الكري مرشوش، كاين واحد البلوسيل زوين خفيف. المهم كاين اشكال صحاب الكلينيكات كاع اللي كيكون عندهم فوالا. دونك هذا هذا قال لك الولد تيمشي كيخدموا به حتى الكلينيك، لان تبارك الله كيجيو عندهم يعني هذا فيه واحد لابغيونس واعره بزاف، شتي كيضرب فيه بحال الصقلي، اه فيه واحد بحال لي بايات كيبريو هكذا. دونك كاين اشكال، كاين هذا المنقط هذا يصلح البيت ديال الاطفال، بيت البنات الكبار، المهم حتى لي زادوليسونس على شلا. هادو الطرشوش تا هما يلاه جاو لي موتيف جداد، هذا جداد، هاد الجوج هادو اللي شي صلاحو تا هما، هادو هما ديال الدراري تا هما ديال الاطفال. دونك على حسب لا شومب ديال وليدك شنو فوالا شنو عندك. غادي نوريكم الزليج، ها هو اللي قلت لكم عليه، هو هذا، ها هو هذا زليج كبير فوالا، وكاين حداه بحال الحجرات كما قلت لكم، كاين دائما لو شوا، ديما ملي كتجيب شي حاجه. هذا ديال الاطفال، ها هما فيه لي باتان لي غولات، وفيه لي بالون واشكال لي مونطرو هذا، وهذا اللي قلت لكم، هذا هو اللي قالنا الولد بانه شكل جديد، وكلهم مرطبين، يعني كيبان لكم بحال حجار بحال هما مرطبين كاملين. هذا النوع حتى هو شي حاجه خطيره، وغادي نمشيو ان شاء الله للجهه الثانيه، خليكم معايا ما تمشيو فين، مازال الله بدينا. دونك البنات غادي ملي سالينا هاد البريمير ميطال اللي كيقولوا الدراري، دونك الشطر الاول من الفيديو، غادي نقول لكم دابا الاثمنه. دونك نبداو بهادو، هادو 55 درهم، دونك هادو اخر ثمن، يعني الثمن اللي ما كاينش في السوق البنات 55 درهم. واش خمسة دابا انا قلتي لي 55 درهم، حيت ما عارفاش غنقول واش المتر، المتر كاري ماشي اللينير، شنو الفرق بين المتر كاري والمتر؟ واحد حنا كناخذ المتر كاري، حتى هو دابا هو فيه 2 متر في العرض ديالو، فيه 2 متر فوالا في الطول كامل في العرض ديالو. اها المتر كاري حنا باش كناخذو حتى حنا كناخذو بالمتر كاري، مثلا البيت فيه 2 متر شحال غيتقام عليهم؟ 2 على 2 هي كتولي 4 متر، يعني الا عندك في البيت فيه 2 متر على 2 متر كيتحسب 4 متر، 4 متر فوالا. ردوا البال البنات، راه ما يحسبكمش متر هكا كما كنحسبو حنا في الثوب، متر كاري يعني عندك شحال غيتقام بيت فيه 2 متر على 2، هي 4400 ريال. دونك 4400 ريال كتحسبوا البنات الطول ديال البيت والعرض ديالو. دونك في مثلا جوج على ثلاثة كتحسب 6، 6 متر، جوج على 4 8 وانتم غاديين، وكتحسبوا 11 متر ريال المتر، دونك 55 درهم. هذا البنات فوالا، زيد الثاني بالنسبه لهذا 70 درهم، هذا 70 درهم ديال لي زالفابي. علاش البنات؟ لانه هذا ما كاينش اصلا، ودابا يعني كتكون شي حاجه لا طوندونس يلاه خارجه كتكون شويه
ولكن هذا راه الثمن ديال الجوطي، يعني غتمشي شي بلاصه اخرى راه ما كاينش هذا الثمن. هذا 60 درهم. هذا 60 درهم فوالا، هذا اللي فيه هذا هكا 60 درهم. لي بوز على قبل قلتي لي هذوك حتى هما راه كيتسموا لي بوز، ولكن ما فيهمش هذوك اللي داخلين. زيد هذا شحال؟ هذا 55. 55 الغوز هذاك 65 درهم. 65 درهم هذا سي بوغ لي في، شوفي فيه لوف القليبات. هذا ديال لي زالفابي 70 درهم فوالا، ديال باردون ديال الارقام. علاش؟ لان تا هما اي حاجه يلا خارجه. هذا هذا تزليش 65 درهم. هاد الاخر هذا تا هو 60 درهم. 60 درهم هذا اللي فيه هذا ديال دونك هذا مزيان. هذا راه تقريبا نفس غير دابا هذاك حيت ياخذوا المدارس هما اللي الشركه كتكون مغليه شويه. هذا اللي اوني سامبل كاملين بالنسبه للانيات هادو 70 درهم. 70 درهم البنات الاونيك كامل دونك تالي تيوقف عند الفغاني. هذا حتى ال هذا حتى هو حتى هو 70 درهم. 70 زيد هادو هذا 95 درهم. الغو هاد علاش هذا غالي؟ هذا رخاص شويه. هذا غلط من فوالا. دونك شوفوا انا نبغي نعرف هاد لي ديتاي. دونك البنات شوفوا هنا هذا العرض قداش، وشوفوا هذا دونك كاينه واحد لا ديفيرونس جو بونس راه باينه هانتوما. هذا هو الترقيق ولكن صحيح. هذا صحيح، هذا هو اللي عندي انا في الدار، عندي بحال هذا البنات فوالا. هذا دابا راه صحيح، ولكن هذا 200 غلط منه. وانا والله ما دايره ليه الكولا 10 سنين عمري ما درت كولا، كنجفف وكل شيء زعما اللي بغى. دونك هذا الكري بالنسبه لهذا هو 70 درهم. هادو 70 درهم الكري والمارون ديالو اكيد. دونك هادو كلهم 70 درهم. هاد الكارو هذا بالكري لا هذا كير 150 درهم. هذا البنات هو اللي وريتكم قبيله فيه البايت ياك، كنا وريناه في شي بلاصه. هذا وريناه هنا وريتي هذا. دونك هذا البنات فيه واحد البريو كيبري، ها هو غيبان لكم، وفيه كاروات كبار. عرفتي الكري هادي هذا شحال قلتي لي؟ خمسه 150 درهم. 150 درهم حتى هو يكون غليظ غليظ فوالا. دونك هذا 150 درهم، وكاين اشكال اللي هي زوينه ورخيصه. 90 درهم. هادو 90 البنات 90، ونورمالمون راه قلتي لي كيتباع ب 120 درهم المتر كاري. يعني هذا هادو اللي كنقول لكم البنات يعني عروض حصريه لكم. فالحاج الله يعطيه الخير الحقيقه راه ما قصرش. بالنسبه لهاد الزليج راه 65 درهم. هادو 65 درهم البنات ديال الزليج هكذا ديال الحمامات. كاينين هادو راه فيهم لوينات، فيهم كحل وزرق دايرين 160 درهم. دونك كاين الكحل وكاين الزرق منقصين وكاين لورونج لورونج والكري وكاين الخضر والخضر فوالا. دونك اربعه الالوان. هادو شحال؟ هادو 160 درهم. 160 درهم كلشي اللي قلنا لكم المتر كاري. هذا 120 درهم. هذا 120 درهم حتى هو كيبري وفيه الكرونه. دونك ها هو هذا هو اللي وريناكم قبيله. دونك 120 درهم. وهادو اللي عاد خارجين هادو قال لك 60 درهم. 60 درهم هما نورمالمون الثمن. 70 درهم. دونك ما كايناش حجم يعني 10 درهم راكم عارفين في المتر كاري ضربوها. وهذا الاخر الاخير هذاك 60 درهم بحال هكا. دونك هذا الاخر اللي فيه لي غولات فوالا. دونك كاين هذا اللون هذا في البيج في البلونكا هكا، وكاين هذا في الازرق هو نفس الستيل ياك هو هذا. دونك 60 درهم. دونك خليكم معايا ما تمشيو فين، غادي ندوزو الشطر الثاني اللي فيه الصالونات الكوزينه، واكيد الا بغيتو الحمام علاش لا. دونك البنات غادي نمشيو لواحد البرومو زوينه 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 بزاف، وحصريا حصريا في درب غلف عند الحاج. انا غادي نقول لكم في الاخير الرقم ديال المحل والرقم ديال الهاتف ان شاء الله غادي تلقاوه في اسفل الرابط اكيد. دونك هادو ديال الصالونات بيت هاد النعاس، هذا على شكل باركي يعني كيبان لكم باركي ديال بصح ينفع كيتفرج. كاين المارون فونسي، كاين المارون شويه كاين كلير، وكاين شويه خفيف عليه. هذا شكل ليتر فوالا، هذا الليتر. وهذا انت غتعطيني افكار ما شاء الله. هذا الاك الله يعطيك الصحه الاكاجو ليتر، حيت حنا واخا نعرفو حتى نعيا تبارك الله كل واحد وحرفه ديالو. دونك هذا الاكاجو، وهذا جون ديال العود ليتر. ها هو هذا بوا ماسيف ديال الشان بوا ماسيف. وهذا هذاك باركي بلون، هذا باركي بلون كاسي زوين بزاف بارد. هذا نوي، هذا نوي اللي باركي تما نوتشي فوالا ديال العود. نتوما عقلوا البنات هذا هذا نوي نوي، هذا نوتشي نوتشي نوتشي. وهذا هذا جليج، هذا شكل رخام زيكزاك. فوالا دونك هذا الباركي زيكزاك. عقلوا البنات باش ولا ديروا كابتور ديكرون صيفطوا للولد هذا واش كاين واش مازال كاين باش ما تمشوش تجيو بلاصه بعيده. دونك هذا لان هادشي تبارك الله دخل الدراسه راه ما نقول لكمش يجي تيمشي يعني بسرعه. هذا هذا لون شكل باركي، فيه لاما بوا مارون، وحده كري وحده مفتوحه. وحده كري وحده مفتوحه، دونك فيه ثلاثه نتوما كتشوف فيه ثلاثه هكا تيجي رائع بزاف. دونك تمشي مع بيت الدراري بيت الناس ديالكم. هذا لون شان،
شان. اوكي هذا لون الشان، وهذا عرفتي هذا شي صالون كبير ولا كيجيو روعه ولا شي كوزينه ولا كيبقى لكم نتوما الاختيار الكامل ولا في شي لونطخي ولا هذا ماكري ما نوار غرينوار حيت فيه الماء فيه حتى جاني بحال ماغون فونسي ما جايك بحال ما جاي ماغون تسمى غرينوار فوالا دونك غنقول لكم الاثمنه ديالهم وكاين هذا دونك تبارك الله الاشكال كثيره كما كنقول لكم يعني التنوع كيعطينا واحد كيعطيك الحق انك تجي بالزربه وتختار على حقه وطريقه علاش لان كاين لو شوا ملي كيكون لو شوا البنات كيكون عندكم كامل كتجي فرحان بان غادي تلقاي ملي غادي تجي غادي تلقاي كل ما كتبغي لدارك وليداتك البيوتا ديالهم والصالونك علاش لا دونك هانتوما الاشكال والالوان وهادو كلهم عراضين شوفوا هادو عرض من هادوك الاولين اللي كنا شفنا بيناتهم بيناتهم ديال جوج المينيم ونص كاينه ثلاثه المينيم فوالا دونك هادي هي لالام كيقولوا لها لالام ديال الباركين كاين اللي فيها 10 كاين اللي فيها 15 كاين اللي فيها 20 على حسب العرض ديالها يعني بحال دابا اللي فيها 20 هادي فيها 15 هادي فيها 10 دونك العرض ديال اللي جا كتكون هادي فيها 20 ها هي من هنا حتى لهنا وهادي فيها 15 وهادي فيها 10 فوالا دونك لالام كيختلفوا وهادي تكون فيها شي خمسة ولا ستة حتى هي 10 كتبان صغيرة فوالا دونك كاين هادي وكاين هاد الشكل نتوما غتختاروا الشكل اللي غير اجي وان شاء الله واثمنة دار لكم الحاج الله يعطيها صحته اثمنة جد ماشي خيالية حصرية شحال قال لنا هادو كاملين اللي ورينا 60 درهم دونك 60 درهم مترو ما غاديش تلقاهم انا ساكنة في كازا ويعني وكان كما كنقول لكم دائما كنقلب عاد كنجي يعني 60 درهم البنات هادو كاملين اللي وريناكم دابا في هذا الجزء الثاني 60 درهم كاملين لي باركي ديال الارض كاملين وغادي يعجبني هذا المارو واش باقي فيه ولا ما بقاش؟ لا ما بقاش فيه بزاف هذا شكل رخام هذا واعر بزاف البنات شوفوا كيفاش داير خصك تحلو لان روعه خطير بزاف بزاف واعر بزاف هذا كيجي رخام شحال داير هذا غزال جليزه 65 درهم ولكن ما بقاش فيها 65 درهم ما بقاش دونك المهم اللي كتب ليها شحال فيه تقريبا هذا هذا زوين هذا تكون فيه شي 23 ايوا 23 متر يعني يقدروا 40 فوالا هذا الثمن ديالو شحال ما بقاش فيه بزاف الحاجه هذا الحاجه هذا ما بقاش فيه بزاف باقا فيه شي حاجه باقا دونك الثمن ديالو 55 درهم البنات حصريا هذا المارو اللي وريناكم ديال زيجه كبيره كيهبل عرفتي الشكل ديالو راقي بزاف 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 دونك هادو كلهم اللي انا ماشي حداهم كاملين ثمن حصري ولا في الخيال الا في الجوطيه ديال ضرب غلف وعند الحاج دونك غادي نخليكم اكيد مع بزاف ديال الاشكال غادي تشوفوهم هانتوما هذاك واش هو اللي دايرين نتوما الفوق لا هذاك لا ديزيف لا ديزيف هانتوما لا ديزيف في الفوق كانه تقول الخشب معود بالخشب تبارك الله ديالو الحاج لاديزيف العادي ديال اللي غادي نوريكم ان شاء الله غادي تكون حلقه خاصه على لاديزيف غادي نشوف واش اكيد تفاعلتوا يعني واش الناس عجبهم لان بزاف ديال البنات قالوا لي هذاك اللي قلتي لي الجليجه غادي نقرب الكاميرا لانه بعيد عليا هذاك اللي في الكارو هذا 65 درهم 65 درهم فيه وحده قريه وحده بيضاء وحده بيضاء دونك 65 درهم من متر كاري دونك غنخليكم مع هاد الصور الزوينه بزاف جا الوقت فين الانسان يدخل عام جديد نبدلو ما فينا ما يهرس الجليج ويحيد كنغطيوه بجونغ باركي اللي هو ما غاليش انا الباركي غالي اكيد كلشي كيعرف العود غالي فغادي نوريكم خليكم معايا غنوريكم واحد الشكل زوين بزاف ديال الرخام يجي في الكوزينه في الدريجات فين ما عجبكم في الصالون علاش لا خليكم معايا ما تمشيو فين دونك البنات هذا هو اللي قلت لكم ديال الرخام هذا الرخام فيه شنو كيسميو هذا رخام نيت بلون هذا الحاجه عنده شي سميه هذا دير هذا القرا رخام بحال القرانيت حيت بصح تيشبه لدوك المقالي العجيبه الغريبه اللي كاينه في اسباس تركي وشحال مره درت لها فيديوهات انا وضحاها وهذا في عند رشيد فبصح تيشبه القرانيت الشكل ديالو بحال القرانيت بحال المقالي لي مارميت اللي كنديرو في اسباس تركي دونك هو هذا الثمن ديالو الحاجه هذا 100 درهم بعد ما كان 120 درهم المتر كاري فشوفوا شحال نقص الله يعطيك الخير دونك الحاج كيعيطوا لي هنا فهو سميتو الحاج كبور وما لا يعرف تبارك الله يعني معروف الجوطيه ديال ضرب غلف الجوطيه ديال ضرب غلف اللي كاينه في شارع انوال
فوالا معروفه الجوطيه ديال درغلف معروفه مغربيا على الصعيد المغربي سوق النجد فوالا كيقولوا لها سوق النجد. دونك خليكم معايا ما تمشيو فين غادي نوريكم. بدا اول حاجه لا كارت فيزيت فوالا ها هي شريحه الحسين. شكون هاد شريحه الحسين بجميع انواع الموكيت والسجاده والبلاستيك والاثاث المنزلي. دونك 711 سوق النجد درغلف البيضاء. هيا ركز على التليفون 0522-99-24-86. عندكم شي تليفون اخر اكيد؟ هذا الفيكس فيكس وكاين البورتابل جوج الماري البورتابل هما الفوقانيين. دونك كاينين هذا 0662 ايه 67 47 30 وكاين 0635-10-67-94. لا قوة الله اكبر. وهذا الفيكس خدام هنا؟ خدام هنا فوالا. دونك غادي نوقف واحد يدوز الاذان ونكمل ان شاء الله انصومبل. دونك الناس بالنسبه للباركي ديال الجرانيت هذا فيه اشكال والوان بزاف كاينه. دونك هو هذا. دونك ملي كتدخل عندك الا ما بغاتش تشوف اوبيان كتقول لك عطيني كتالوج. كتالوج كتقول لك لا ديفيرونس ديالها مثلا ملي تلقى مثلا بحال واحد المراه كتلقاها هنايا اييه كتشيلها ديريكتومون. فوالا دونك تعطيك الا ما قناتيش ولا ما بغيتي تشوف مثلا الالوان ديال هذاك لان عندكم ملي كتجيبو شي بلاصه اكيد كل محل ما شاء الله تبارك الله كيكون عنده ديبو فين كيجيب. دونك تيقول لك هذا شنو بغيتي كتختار. باغ اكزومبل هذا مثلا ما شفناهش هنايا. هذا شفناه هو ديال الجرانيت. دونك كاين هذا المارو. دونك تيعطيك الكتالوج تختاري انت علاش ولا انت وراجلك ولا هذا كتختاري الالوان اللي بغيتي. دونك كاين بزاف ديال الاشكال. دونك هذا الكتالوج الاول تبارك الله ما شاء الله وراني كتالوجات كثيره ومتعدده. ها هو تبارك الله الاشكال. دونك هانتوما البوردو الكريل الجون السومون اشكال كثيره فوالا. وكاين هذا الشكل حتى هو فوالا. هانتوما هذا اللي حد خارج فيه ديال لي موتيف ديال لي زونفون تبارك الله. كما قلت لكم كاين لو شوا وراه دابا قال لي شفتها في الجنب قال لي هشام راه كيديروا حتى الباركي ديال الارض الحقيقي يعني البوا ماسيف راه كاين الباركي نيت ديال بصح الا ما بغيتوش غير هاد جيرفلكس راه كاين حتى الباركي. دونك هانتوما كاين الوان واشكال. حتى هذا حتى هو راه غير موديل. هذا كتالوج حتى هو في هاد الغيه اللي بحال يعني كاين اشكال فوالا. هذا هادو اشكال ديال الباركي فوالا مزيان ملي قلتيها ليا. هادو اشكال ديال الباركي في الالوان كاين البوردو وكاين المارون بارد البارون فونسي كما قال لكم بالاسماء قلتي لي عديده من الاسماء كاينه الموديلات تركيا كاينه المانيا كاينه بلجيكا فوالا. دونك حتى لا مارك راه كاين ماركات بزاف نتوما وجيوبكم. ولكن هادشي اللي قلنا لكم راه الاثمنه غيبقاو فحال هكا ان شاء الله الا جيتو تقداو الاثمنه. دونك الاثمنه هما اللي قلنا لكم واثمنه حصريه ماشي حيت باش نقول لكم على لاشين ولا وانما حصريه لان الحاج كبور تيعطيكم اثمنه ولا في الخيال والله العظيم زعما اثمنه جد معقوله. فاللي عجبني هنا هو انكم غادي تلقاو الباركي الاصلي غتلقاو الجيرفلكس على شكل باركي غتلقاو الكوزينتكم البيت النعاس الصالونات ديالكم حتى الدروج الا بغيتو تغلفوا الدروج كاين باش تغلفي الدروج يعني كاين اشكال كثيره متعدده. بيوتا ديال الاطفال ما نهضروش عليها اللي عندها لي كلينيك بالنسبه للطبه ديالنا الناس ديال القانون كاين بزاف. عندك بيرو بغيتي تغلفو بيرو عادي يعني في الخدمه وما في كماي ما بقاش عجبك الديزاين اللي كاين في الارض ممكن انك تغلفو دير ليه باركي باركي ديال بالعاني كما كنقولوا حنا. دونك غادي نجيكم لهذا اللي انا شاده فيه لا فوتو اللي كلشي كان كيسولني منين خديتيها جميله. دونك هنا منين خديتو من نفس المحل ها انتوما فوالا كاين الزرابي تبارك الله. هاد ما عرفتش كيصلحوا هاد الغوج الطابي ديال كيديروا الباب على حساب بصح. داكو غادي دونك لي طابي كيما قلت لكم كاين اشكال كاين الكازون ها انتوما هذا ديال الكازون في الاشكال والالوان وفي الموتيف متعدده. المهم ان شاء الله غادي يكون كما قلت لكم حلقات متميزه وخاصه كل حاجه ها انتوما هما الباركي في الارض كما دايرين حتى هما ديال الاطفال. دونك هنا هذه كلشي البصل اللي كنجلس انا في الصالون كندير لكم منها البرنامج ديالنا الاسبوعي اللي ديال الو جميله ولا البرنامج يعني كثير بزاف الحاجات كنديروها في الدار. فدائما تتسولوني على البوستره اللي كاينه اللور فهي هذه تنقول لكم راه دايره هي هذه فوالا على هذا الشكل ها هي كامله غادي نحطها هنا باش تبان لكم فوالا. دونك هي هذه على هذا الشكل هكا كاين فيها هاد لي موتيف هادو ديال الحجر كيبان لكم بحال انا دايره الحجر من مورايا وهي راه ما دايره الحجر لا والو. دونك البابي بال اللي كنت دايره انا غنوريه لكم دابا اللي عندي في الدار هو هذا بالضبط ها نتوما هو هذا اللي دايره انا هو هذا غنوري لكم بجوج باش تعرفوهم بجوج. هذا دايره بابي بال في الصالون كامل هو هذا
بحال سيدار هو هذا في البيض الكحل، وهنا في اللور فين كاين التلفازه وفين كاين المكانه كيدير. دونك هذا بشحال؟ هذاك البابي با شحال وهذا شحال؟ هذاك البيض الكحل. البيض الكحل هذاك داير 95 درهم كيبقى. خمسة أنا خديت عندكم 100 درهم. شحال هذا دار شي 10 سنين وأكثر. مازال ما عنديش محمد أنس يلاه حاملة به. دونك هذا كان 100 درهم دابا 95 درهم حصريا عندنا. وهذا هذه غالية لأن كل شيء تيقول لي داك الشيء اللي قلت لهم حيت كانت ب 1000 وشي حاجة وشحال هذا كانوا قطعوها لينا. دونك هذه 800 درهم فيها أربعة فيها 8 ديال التصاور فيها 8 آه. انا راني وريتكم داك المره كيفاش وقلتها لكم. دونك هذه اللي بغاها راه فيها بزاف ديال لي موتيف. دونك كاينه الطبيعه على هذا الشكل هذا ها هما جوج كاين اشكال والوان كاين شلالات كاينه وحده اللي كانت محطوطه ديال الاطفال ما حدنا هضرنا على فوالا. دونك هي هذه فوالا فيها سبايدر مان ها هي. دونك غندير شد لكم هكا باش تبان لكم هكذا فيها هاد يعني هذا الشيء اللي كتشوفي في التصويره هو اللي كاين في البوستير يعني بحال هكذا نفس الموتيف نفس الشكل. دونك هذه كدير 800 درهم راه كتضرب لكم حيط فيه شحال 368 على 2.54 فوالا 368 على 2.54 يعني غتشد البيت كامل. دونك غادي ندوزو البابي بان ديال الحيط فوالا البابي بان ديال الحيط على شكل الحجر لان كل شيء الا ما بغيتوش هذه البوستيره كتاخذوا هذه فيها 10 متر 10 متر والعرض 50 50 دونك نص متر في العرض. دونك شوفوا ها انتم دابا اللي شاف هكا يقول لك هذه مصوره حدا الحجر وهي هذا شكل ثاني هذا بابي بان كيتلصق باللصقه هذه موراها كاين فيها حتى هي الكوله ديالها حتى هي عندها الكوله ديالها هذه كتبع مع الكوله ديالها اللي وريتكم بوستيره هذا كتلصقوه انتم المعلم كتجيبوا اكيد معنا. دونك هذا شكل ثاني دونك كاين الماء الفونسي كاين الخفيف مازالين بزاف من هذا الموتيف ديال الحجر. دونك نشوفوا كيعطيكم كتالوج وانتم كتختاروا. شوفوا هذا كي داير اللي عنده تبكل هذا كيبغي البصل مضوي البنات هذا داخل فيه البلوسيال وهذا المارو فوالا. كنتو ديما كتقولوا لي سبحان الله العظيم جا في الوقت ايوا غير اللي ما بغاتش دير شي بوستر زوينه مورا التلفازه ولا في شي حيط هذا داخل فيه تاول البلوسيال هذاك فيه المارو مارو بيج كاين اشكال هذا هذا السيت هذا كيديروه حتى في الكوزينه هذا بعض المرات حجر البريك اه البريك فوالا كاين حتى في الاحمر كنت خديته عندكم انا نوريكم هذا كان عندي وحيدته هو هذا الشكل هذا انا نوريها لكم في الاحمر زوينه بزاف هذا بحال باركي فوالا شي جرده ولا شي لونطري البالكون ولا كيبقى عندكم نتوما الاختيار هذا بحال شكل العود خفيف لون ديالو خفيف يعني كاينين بزاف ديال لي موتيف بزاف ديال لي موديل كتشوفوا نتوما شنو بغيتو شنو اللي غيجي مع الصالون ديالكم ولا لونطري شي لونطري هكا كاينه انا غنوريكم واحد شو هذا فيه الالوان زوين موف اه زيكزاك هذاك غنوريكم اشكال ها نتوما فوالا الوان تيجي بحال مخربش هو راه هو هكذاك الستيل ديالو هكاك فوالا يعني كتالوج تبارك الله ما شاء الله راه فيه بزاف 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 وانتوما اللي حل يعني اللي حط عليها يدي شي واحد وجباتو كتجيبوها لي خصها غير تكون موجوده موجوده سير كوموند كيعطينا غير اللي مالات السيري بحال هكايا فوالا فوالا كاين على شكل الخشب ديال القريطات صغيورين اه زوين بزاف هذا الا كان شي جرده ناس عندهم جرادي ولا المهم كيبقى لكم نتوما الاختيار تبارك الله نتوما راه المراه المغربيه ما غاديش تحير شوفوا هذا كي داير ثاني اه فوالا حيت كلشي عجبو ديك البوستيره كلشي كان تيقول لي منين وهاي عندكم سمح لي عندكم هنا فين كتكون شفتوها نتوما ها هي السيده واقفه شي حد ديال الجرده كما قلت لكم هادو ديال هكا كيجيو زوينين بزاف ها كيوريو كاين الموديل هاك ها كيفاش ممكن كيعطيك فكره وانت كتبني عليها ولا انت كتبني عليها فوالا كاين هاد السيل الاخر ثاني فوالا هما كيعطيوك فكره وانت كتبني عليها كيفاش فين غادي تكون حنا قرابين داك اللي كيعجبني الاحمر هو اللي كنديرها في الاول وحيدته حتى هذا الحجر فوالا كاين هذا وكاين واحد اخر مراكش تحيه كبيره للناس ديال مراكش امنيه وياسمينه و... هذا هو زوين هذه هاد الالوان الهاديه كتعجبني بزاف هذا يجي حتى في الصالونات خصو يكون الضو باش اللي فيها ما فيهاش الضو اه اه فوالا باش كيفتح وكاين اشكال كثير عرفتي في بابي بان راه الهبال هانتوما هذا ديال بيت الاطفال هانتوما عنده حاجه زوينه كنا قبل تيمور كنا خديناهم هانتوما بيت الاطفال
يجي بهذا الشكل هذا، فيها موتيفات هذا، فيها بحال شكل الخريطه، خريطه ماشي بحال فوالا مابس هانتوما فوالا. دونك كاين اشكال كثيره. دابا غندخلوا ها هما تا هذا خريطات، هذا ديال ماشي ديال الاطفال، هذا تبارك الله ديال الكبار نيت وليداتنا تبارك الله. هانتوما الستيل اللي كيعجب الولاد بحال جورنال، من 12 عام والفوق. اه فوالا من 12 عام الفوق، هذا شكل الجورنال. الجورنال هذا رائع، هذا خطير، وماشي ضروري يكون البيس كله، يقدر يكون واحد البلاصه ولا غير بانو واحد كاع كما قال الولد، غير بانو واحد. شو هذا على خطير هذا بزاف. شوفوا البنات في البلاصه اللي كتكون ديك الكوموندا ديال بيت الناس، هانتوما كيجي روعه، كيجي خطير. واو هذا عمرني ما شفتو عندكم، واش جديد الموت؟ هذا الشيء انا من عشاق البابي بان، كنموت عليه. شوفوا كيفاش جا من مورا، جا زوين بزاف بيت النعاس، واخا غير في بلاصه وحده، واخا يكون غير هابط غير مره وحده ونخبي على اخر. ها هو اللي كيبغي لو تام ديال التيغ داك، فوالا هو هذا. فوالا انواع واشكال عشاق الغابه. هذا شكل الكوير، هذا بحال فوالا تقدري هذا تا هو، انا عندي بحاله ولكن داك البوطوني يديرها ديال بصح، فاللي ما عندوش كيدير هذا، اللي ما بغاش ما فيه مي هذاك حيت يحتاج العود من تحتو ممكن فوالا. هذا كتجي وكديرو كيعطي واحد الجماليه لا شومبا كوشي ما نقولش لكم، وحتى في الصالونات كيكون فواحد البانو كيجي خطير. ان شاء الله هذه المره غندير هذاك الاحمر، انا كنموت على الاحمر. هذا البلون البيض ديالو بلون كاسي بارد شويه، وهذا الصفيفر شويه، هذا كراميل. تبارك الله راه اشكال والوان فوالا. اللي كيبغي هذا لو ستيل عاوتاني انتوما، هادو لبسات الناس اكيد تبارك الله ما شاء الله. راه يعني واخا نبقاو معكم حتى لغدا الصباح تبارك الله ما شاء الله، غنحاول نوريكم هادو ديال الحجر حيت كلشي قال لي عليه فوالا. انتوما نحاولوا نمشيو لهاد التيم ديال الحجر، هذا حتى هو ديال الوليدات الصغار. ركاردي هادو فيهم الالوان الغوز داكشي، نوريكم بالزربه انتوما باش ما نطولوش عليكم. يعني عارفه دابا المدرسه والوقت ما بقاتش. كاين هذا فوالا بحال السما، زوين بزاف هذا هادي. الا كان الباركي فونسي علاش ما يكونش البابي بان كيفتح فوالا، الا كان زرق بحال دابا خديتو لوليداتكم هذا، وكيبقى لكم كامل الاختيار. شوف هذا البنيتات فن، هذا زوين بزاف. كاين هذا الجرده ولا شي كل وقت يطلع الجرده ولا شي بلاصه فيها شرجم، علاش لا. هذا وريتو لكم هذا الكوزينات البنات، هذا سي بوغ لا كويزين، ما شفناش ديك المره. انا كيعجبني التغيير، دابا وريتوني صافي بقى غدا جايه. كنحماق انا على هذا الشيء، شويه الانسان كيبدل، ما عندكش باش دير جليج. ها هو البابي بان، شوفوا هذا كيفاش بايتي كله البنات، شتي كيفاش كله كيبري. ها هو ديال الحجر نيت، هذا غادي يفتح ديك البلاصه اللي كانت ما فيهاش الضو بزاف، دونك كيفتحها بزاف بزاف تبارك الله. راه ما شاء الله شحال من كتالوج تقريبا عندكم هانتوما، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا شحال ديال اللي كتالوج غدوخو، ما شاء الله، الله يزيد ويبارك يا ربي. نشوف هاد البلاصه، هذا داير بحال لا موزيك فوالا، لا موزيك هذا فن زوين بزاف. هذا الماغون تبارك الله كاين اشكال ما نساليو، حتى الا جيت نوريكم كلشي ما غاديش نساليو، ولكن انا كنحاول نقلب لكم على داك الكري اللي قلت لكم، داك البوردو يقدر يكون ماشي هنا واقيلا كاين، هانتوما يمكن ماشي هنا. المهم البنات كاين اشكال واشكال واشكال، وما غاديش نقدروا نكملوا كل شيء، ولكن هذا هو اللي بغيت نوري للناس. عرفتي شنو هذا؟ هذا البنات بغيت نوريكم واحد لي موتيف زوينين بزاف ديال سيدار، معروفين على الشكل يعني على الصعيد العربي بزاف كيديرهم هاد لي موتيف اللي فيهم هاد الورده، هادو معروفين بزاف كيمشيو في الصالونات. شوفوا كيفاش كيجيو راقيين بزاف على حسب الفطيات اللي عندكم، تليمطات ولا بزاف الحاجات. هانتو كاين الكري سامبل اوني مدمع هكا في يد ميعاس، كاين هاد النواغ عرفتي هدا كيما كنقول لكم دائما الالوان البارده اللي ما عندوش الضو، اللي كيكون الصالون ما فيهش الضو بزاف
بحال انا صراني ما فيش الضو بزاف. هانتوما غنحاول ندير لكم هكا وتشوفوا، لان تبارك الله ما شاء الله. هذا هو اللي قلت لكم انا غنعاود نرجع ليه، وليدات اللي كيعجبهم هانتوما الغيته هما ديال الصالونات. هذاك 200 درهم. شحال في ديال لا لارجو؟ 2 متر فقط. 2 متر. فوالا ها هو. غنمشي لهذاك اللي قلت لكم عجبني، هو هذا الحجر اللي ولينا لكم قبيله عريض شويه. هذا فين خفيف. ها شنو سميتو؟ فعلى جوج ديال 14 الالوان كامله اللي فيه. ها انتم كاين الكري وكاين المارون، كاين الكري ديالو وكاين المارون ديالو وكاين هذا، وكاين حتى واحد اللون بوردو زوين بزاف. ها انتم لا شوم، هو اصلا ما هو بلاستيكي، ما يخلص من هانتوما الحجر البنات، هانتوما الحجر، هانتوما الحجر، الحجر الهبال. عرفتي غادي كيما قلت لكم غادي تلقاو بزاف، كاينه اختيارات كثيره. شحال قدنا البنات من غادي نوريكم غير بالزربه. حط لي مرض، اسمحوا لي. لا شومبر ديال الدراري الصغار هي كتجي على هذا الشكل هكا، فيها هذا الموتيف هكا. ها شوف شوفوا هذا الشيء كيفاش بايطي، يعني غادي تحماقوا كما قلت لكم، اللي غادي تجيو غادي تلقاو اشكال والوان. وكاين دائما لا طوندونس، كاينه اخر حاجه، كاينه ديما كاين جديد في هذا الشيء، دائما كاين جديد. شوفوا هذه كلها باج هكا وفيها هذا الموتيف بالورده. المهم ما نقدرش نطول عليكم اكثر من هكا في الحقيقه، لان هذا الشيء كيحمق، ولكن شوف هادو الالوانات باردين. هذا واحد الموضوع شويه. المهم كما قلت لكم اشكال كثيره راقيه وزوينه. كاين الاوني تقدروا ديروا هذا في بلاصه البنات، علاش دابا هذا دايرين له هكا، تقدروا ديروا هذه اللي فيها هكا وكيجي الوسط وكي بحال دروا ديكور، تيجي الوسط وتيديروا لي الاوني ديالو. ها تيجي على هذا الشكل، هذا بحال هكا تيجي هكذا تيجي الاوني. شفتي كيفاش؟ دونك كل حاجه عندها، كيعطيكم الموديل كيعطيكم الاوني ديالو، تيجي روعه تيجي واعر بزاف فتبارك الله. ملي كيكون لو شوا كما قلت لكم كتكون عندكم اختيارات كثيره، وكاين فين تختاروا. هانتوما شوفوا هذه، ها هي كيفاش هادشي طالعه الزواق، يعني هذا صالون مثلا تيجي على هذا الشكل، كاين الكريد نواغ ديالو. هانتوما هنا في البيرو كما قلت لكم، هذا كيصلح ماشي غير للديور، حتى الناس اللي عندهم شركات ولا عندهم لي زوبيتو ولا عندهم كلشي يبدل بلا ما يريب بلا والو. وهذا باش مزيان انا البنات وكنشجعكم عليه. شوف هاد الكري خفيف بزاف، شو كي تيجي هنا في الصالون. انه ما تيخصوش الوقت بزاف ولا ريحه الصباغه ولا. شوفوا هذا واعر بزاف، هذا البلاسير. شوفوا هنا هالوني ديالو، وهال اللي هذا فونسي وهذا مو فونسي، كاين لا كولور. دونك تديروا هادو تجيو حتى لحظه التلفازه وديروا هاد اللون تيجي مواتي، وتخصو الا كان شي فراش في هاد الالوان البارده. المهم البنات ما سخيتش بكم، ولكن كما كنقول لكم دائما غير شي ان شاء الله تعالى، ما كاين غير الجديد دائما، انتظروا دائما الجديد والجديد والجديد في لاشين ديالنا. ان شاء الله غادي تجيو غادي تلقاو كل ما يرضيكم. اكيد كاين كما قلت لكم كتالوجات كثيره 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 بزاف، وكاين لو شوا بواحد الطريقه يعني غريبه وعجيبه، وكاين الباركي الحقيقي في الوان واشكاله وفي كاع. انتم هذا هو الباركي ديال العود ديال بصح، دونك هذا هو الباركي. دونك كاين اشكال وكاين كيعطيكم السيد اللي يركب ليك وكل شيء. دونك ان شاء الله تعالى غادي يعجبكم الحال، جو سوي سيغ غادي يعجبكم الحال. فغادي نخليكم مع باش بدينا باش غادي نساليو، والاثمنه اكيد ديال هادو، هاد الاثمنه ديال هادو كلهم بحال بحال. لا ماشي هادو، هادو كنا قلناهم هادو 55. لا ماشي على هادو، هادو البابي باليبن كل حاجه. دونك ان شاء الله ملي غادي تجيو كل حاجه والثمن ديالها تقريبا. البابي بان كيبدا من قلنا من 5 من 100 درهم وهذا طالع و 95 غير هذاك بوحدو، هذوك فيهم برومو. دونك هادوك اللي وريناكم هو هذا اللي 300 درهم. داكور، هو هادو الاولين اللي كنا. دونك اول كتالوج خدمناه البنات راه داير 100 درهم كامل. دونك 90 حيد 10 درهم في الدقيقه 90. شكرا لك الله يعطيك الخير. دونك هذا البنات 90 درهم اللي كنا وريناكم في الاول، اول كتالوج ديال بابي با اللي كنا وريناكم 90 درهم الحجر، الحجر كامل.
يعني البيروات فيه ديال الصالونات مثلا حلاقه فوالا داكشي كلشي كلشي يدير يعني ماشي ضروري الدار عندك كما قال سيت سميه بوبكر سمح لي بوبكر سمح لي بزاف الله يعطيك الخير تعبتي معنا شكرا بزاف ليك دونك كما قال سي بوبكر ممكن موالين صالون عندهم صالونات الحلاقه رجال عيالات كلشي كاين يعني غتلقاو كل واحد عنده حرفه اكيد غادي يلقى البابي با اللي غادي يواتيه فما غاديش نطول عليكم شكرا لكم بزاف 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 على الثقه ديالكم في لاشين وعلى وفائكم لاشين ديالنا ان شاء الله نتواصلوا مع حلقه نديروا حلقات ان شاء الله يكون مسلسل سميتو لان غنديروا بزاف تبارك الله كاين الزرابي كاين حاجات ديال الجرده كاين لاديزيف كاين الكازون كاين الموكيت كاين الزربيه كاين بزاف ديال الحوايج ومازال جديد ان شاء الله تعالى مع جميله شكرا لكم بزاف على وفائكم وثقتكم خليتكم على خير